Yeah!
أن أعبر للشعب التونسي كله أن هذا الشعب لن يرضى أبداً بالانتفاخ على الثورة، ولن يسمح أبداً لبعض القوى التي تريد أن تستغل الاتحاد وتجعل الانفصال ضروري لتضرب به الثورة ولتضرب به مصالح تونس. وتونس لا يجب أن تدخل في حالة من الاضطراب والفوضى، وثمة أطراف لا تريد لتونس إلا الفوضى. هؤلاء في كل محطة إنما يستغلون الفرص من أجل إثارة البلبلة وإحداث حالة من الاضطراب. أقول إن شعب صدامس اليوم بعشرات الآلاف خرج بأحجام كبيرة ليعبر على أنه شعب مسؤول، يريد لتونس الوحدة الوطنية، يريد لتونس السلامة، يريد لتونس الأمن والخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وبثقتي واستعين، وأصلي وأسلم على أنبياء الله ورسله وعلى خاتمهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أحرار صفاقس، يا أبطال صفاقس، قبل أن أتكلم هناك رسائل لابد أن أوجهها إلى ثالوث الاستبداد والفساد والإفساد في بلادنا. الرسالة الأولى، يعتقد هؤلاء أن الأئمة لا دخل لهم فيما يتعلق بالشأن العام، ولا دخل لهم فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية، وإنما لا يتجاوزون جدران المسجد. ونحن نقول لهم إن اعتقادكم هذا باطل، وإن اعتقادكم هذا مردود، وإن الدين عندنا هو الدولة. الرسالة الثانية، إن الأئمة والخطباء في صفاقس وفي كامل أنحاء الجمهورية يعتقدون اعتقادا جازما أن لهم دورا طلائعيا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي، وأننا عندما نتحدث عما يجري من أحداث أليمة في بلادنا ومن مخطط رهيب لإدخالها في مأزق لا مخرج منه، نحن عندما نتحدث عن الشأن الاجتماعي وعندما نتحدث عن الشأن النقابي فإن لنا رصيدا تاريخيا لعل الكثير لا يعلمه، إن الذي أسس الاتحاد العام التونسي للشغل هو شيخ، والشيخ هذا هو الشيخ محمد الفاضل بن عاشور. الاستماع إلى الشيخ ناجي جوادي عن طريق الإذاعة المباشرة. وسلم تسليما كثيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعم